السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم سباكيتي بالكفتة ومطيشة وطريقة التحضير. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، الى عجبكم شاركوا معايا في القناة ديالي. كنحتاجو 250 غرام ديال سباكيتي شعرية، 3 مطيشات محكوكين. انا كنستعمل مطيشات ديال الحك، هاد المطيشة هادي خديت قيمة ديال 3 مطيشات. الكفتة على حساب الذوق، على حساب كل واحد شحال بغا يدير كمية. ربيع مقطع، بصلة كبيرة محكوكة، الملحة، الزعفران شعرة، الزعفران، سكين شبير، البزار، والزيت للطهي. انا خديت طنجرة حطيت فيها الماء سخون، غادي ندير فيها نقطة ديال الزيت، حط فيها شوية الملحة ونحط سباكيتي تسلق. الزيت غير باش ما يتلصق ليش سباكيتي وحده مع وحده. غنخليو سباكيتي تسلق وغادي ندوزو لطريقه تحضير لاصوص. طريقه تحضير لاصوص، غادي نحطو نقطه الزيت، غادي ندير بصله وربيع، غادي نحط مطيشة، نحط دوك التوابل، والملحة، خليهم يتقلاو شويه. بعد ما يتقلاو غادي نديرو عليهم كاس الماء، نخليو مطيشه طيب شويه ونديرو عليها الكفته. انا الكفته سبق ليا شرملتها، حكيت ليها بصله وربيع، درت ليها عطريه، درت لها شويه البزار، شويه ديال سكينجبير، الملحه، وكورتها كويرات صغار. من بعد من غادي طيب مطيشه غادي نرجعو نلوحها فيها. من بعد ما طابت مطيشه غادي نحط الكفته اللي انا كورت من قبل، الكميه اللي بغيتو. غادي نسد عليها ونخليها طيب. من بعد ما طابت سباكيتي وطابت مطيشه والكفته، هذا الشكل النهائي. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. السلام عليكم.